المأكولات الموجودة هنا من إبداع كبير الطهاة بيترو ليمان، فقد حول منذ 23 عاماً مطعمه بميلانو إلى مختبر لتجربة المنتوجات العضوية. الأطباق التي يبدعها خالية من اللحوم وتحمل ألوان الموسم، وهكذا تزدان في فصل الصيف بألوان الأزهار. سيصنع الطباخ الإيطالي لنا اليوم من البطاطا طبق نيوكي الذي يعتمد فيه على وصفة إيطالية تقليدية. يتطلب هذا الطبق سلق البطاطا قبل تجهيز الوجبة بيوم، وهكذا يزداد نيوكي نكهة. بعد طبخ البطاطا يتم فرمها. معظم ضيوفي ليسوا بالنباتيين، لكنهم ينتقون أكلاتهم بوعي حفاظاً على صحتهم. يضع في العجينة جبنة ماسكربوني عوضاً عن البيض لمنع النيوكي من التفتت أثناء الطبخ. القليل من الزعفران للحصول على لون أصفر. يتم مزج الزعفران مع البطاطا المفرومة، ثم يضاف إليها النشا بدل دقيق القمح، وتكون من كل ذلك العجينة. عندما لا نبالغ في إضافة التوابل والنكهات، نحافظ على طعم مكونات الأكلة. وفي هذه الأثناء تسلق البازلاء في ماء مع الملح، ويترك القدر دون غطاء حتى لا يتغير لون البازلاء كثيرا، وعندما تصبح طرية تبخ بالماء البارد للحفاظ على لونها، ثم تفرم مع زيت الزيتون المحلي الذي يستخدمه الطباخ في كل أطباقه. زيت زيتون شعار إيطاليا الأبرز، مطبخ عصري لكنه يحمل بصمة حوض البحر الأبيض المتوسط التقليدية. صلصة هذا الطبق تختلف مكوناتها وذلك حسب الموسم، فصلصة اليوم بالبازلاء، أما في فصل الشتاء فتكون مثلا بالخرشوف. يوميا يقبل أصحاب المزارع المتاخمة لميلانو بمنتوجات عضوية طازجة، لكن بيترو ليمان يزرع بدوره بعض الخضروات التي يستخدمها في أطباقه. افتتح مطعم جويا عام 1998، وكان آنذاك أول مطعم نباتي في ميلانو، وبعدها بسبع سنوات تأهل لنيل أول نجمة من ميشلان. كون الطباخ من عجينة البطاطا كرات وأضاف جبنا دسما. يمكن أن نعد مستقبلا أطباقا باللحوم والأسماك، لكن الأكيد أننا سنقلل من كمية الدقيق والدهنيات والسكر، فأنا منهمك حاليا في إبداع أطباق صحية مع الحفاظ على لذة الطعم وجمال المنظر. تحشى كرات البطاطا أونيوكي بالجبنة، وليس بالضرورة أن تكون صفراء اللون، فيمكن أن تصبح حمراء بإضافة الشوندر أو خضراء بإضافة السبانخ، ويستغرق السلق نحو 3 دقائق. المطبخ النباتي رائع، فالطبيعة ومواسمها تزودك بما تشتهي من مكونات، كما أنها مورد لاستلهام الأفكار، وهي غزيرة عندما يتعلق الأمر بالطبخ النباتي. أما إعداد اللحوم فهو معروف، إما أن تطبخ أو أن تحمر ثم تضاف بقية المكونات، والمطبخ النباتي يطلق العنان لخيالي ويجعلني أبتكر وصفات الطبخ. حان أوان تزيين الطبق، هذه المرة بقطع الشوندر المصممة على عدة أشكال. بيترو ليمان لا يوفر جهداً ولا وقتاً في إعداد أطباقه التي يجهزها بعناية فائقة، فيجعل من الأكلة البسيطة لوحة جميلة ويطلق عليها أسماء خاصة، كهذا الطبق الذي أسماه رحلة إلى أحلامي.